ce que je vais appeler des investissements innovants. On a considéré dès le départ que le gaming. هذا الموضوع ديال الجيمينغ ديجا تكلمنا مع يعني تكلمنا عليه في البرلمان وحتى معكم في مجموعه ديال اللقاءات. اليوم الهدف من هذا اللقاء هو باش نبينوا يعني استراتيجيا ديال الحكومه في هذا المجال والمجهود اللي قامت به الحكومه بهذا المفهوم ديال اون سيتي دو جيمينغ، واحد المدينه موجهه للجيمينغ. وبالطبع يعني تم استدعاء مجموعه ديال الشركات اللي هما حاضرين على الصعيد الدولي باش 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 يتم تقديم العمل اللي قامت به الحكومه واللي كيقوم به المغرب باش يجيو يستثمروا في هذا يعني في هذا المشروع اللي عندنا اللي امل كبيره. علاش امل كبيره؟ لان الصناعه ديال الجيمينغ اليوم على الصعيد الدولي هي اول صناعه يعني في المجال الثقافي، فاتت بكثير صناعه الافلام او حتى التلفزه، او يعني كاع المفهوم ديال الصناعه الثقافيه التقليديه جات صناعه الجيمينغ، وسي لو دوبل دو بيدجي على الصعيد الدولي. كذلك هي واحد الصناعه اللي كتخلق فرص شغل كثيره بالنسبه للشباب والشابات، وفرص شغل في واحد الميادين الحمد لله المغرب استثمر في التكوينات ديالهم. انا كنتكلم على الجيمينغ، كنتكلم على الكودينغ، كنتكلم على الانتليجنس ارتيفيسيال، اللي مجموعه ديال المدارس وديال الكليات في المغرب اللي استثمرت في هذه التكوينات. اذا عندنا اليوم لي غوسورس اومان نيسيسير اللي يقدروا يخدموا في هذا الدومين ديال الجيمينغ. ثانيا التحدي الثاني هي من بعد ان شاء الله باذن الله استثمار ديال واحد ان شامبيون انترناسيونال، هي نخلقوا او نعطيو فرص المغاربه، الشباب المغاربه حتى هما يستثمروا في هذه المجالات، دي ستارت اب يعني مغربيه اللي ما لا غدا تولي دي شامبيون، ماشي على الصعيد الوطني ولكن على الصعيد الدولي. تعرفوا بان السوق ديال الجيمينغ ليس هو بسوق وطني بل هو بسوق دولي. فاش كتخلقوا فاش كنشوفوا واحد لو جو اللي كيلعبوا به في التليفون او في هذوك لي كونسول اللي كاينين في السوق، هم ليس موجهين لواحد السوق معين بل هو سوق دولي. فاذا اليوم لابد ان نتعلموا من هذه التجربه اللي كاينه على الصعيد الدولي باش حنا حتى حنا ان شاء الله باذن الله المغرب يولي عنده دي شامبيون في هذه المجالات. ثالث النقطة الأخيرة هي أن هذا المجال هو فرصة، هو واحد المجال اللي كيخلق فرص شغل كثيرة. يعني أنا انفيستيسمون يمكن له يعني يخلق أكثر من 3000 حتى 4000 فرص شغل للشباب، وفرص شغل اللي كيعطيو يعني واحد لو صالير محترم للأخوات والأخوان اللي كيخدموا في هذه المجالات. لأن مرة أخرى نرجعوا للتكوينات ديال هاد الشباب اللي كيخدموا في هذا المجال اللي هما الكودينغ، لانفورماتيك، لانتيليجونس ارتيفيسيال، وحتى الرسم. لأن كنربطوا دائما المجال ديال يعني كيربط المجال ديال الثقافه بكله، ماشي غير لوغول انفورماتيك ولوغول ديال الكودينغ. لهذا كنا فكرنا باش يكون كذلك مدارس ديال الفنون الجميله ديال لي بوزار في مجموعه ديال المدن باش نزيدوا ندعموا هاد الاستثمارات. سعيده بالمشاركه ديالي اليوم في التظاهره ديال اي سبور ساميت، اللي هي واحد المبادره رائده ديال وزاره الثقافه والشباب باش يتم تشجيع واحد المنظومه اللي يمكن المغرب منها يبدا هو ينتج الالعاب الالكترونيه للعالم. هذه واحد المنظومه مهمه جدا، وتم اليوم الاعلان على برامج استثماريه كبرى منها انها واحد المدينه ديال انتاج هذه الالعاب اللي غادي يمكن توظيف للعدد من الشباب في هذا المجال. وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره تتشجع هذه المبادره، وهي اليوم في صدد ديال بالورط واحد الاستراتيجيه وطنيه رقميه اللي غادي تشجع المبادرات ديال الانتاج ديال الاعمال الرقميه والتشجيع ديالها. Merci à vous, je vous invite.